اليوم نخبركم عن البرية. البرية طبعاً لها مواسم، اللي هي بشهر 2 تبدأ الضغوة، وشهر 3 وساير لين شهر 4، بعدين ما شبيه يبدأ الحر تنقصر. يوم يضغون البرية عاد لها مواسم، هبشناها وجففوها على البحر، جففوها على البحر اللي هي تصلح للأكل، حطوها على ليخ دقيق، واللي هي حق الزراعة وحق أي شيء يعني استخدام غير عادية على الرملة على سيفة البحر. طبعا البرية توجد مناطق الشرقية، الفجيرة، دبع، صوب الخور، مناك قدفة ومربح، مناك تتواجد. أنا عندنا عين بعد الحمرية يضغون، بس ما بحق الأكل يعني، حق الدبش وحق الزراعة. هبشناها عاد نحنا ويبناها عقب ما تجف نظفناها، قصصنا الروس عنها ونظفناها مرة زين ما زين، وعقب عاد أول برية. لكن يوم تي بس يقولون عنها جاشع، ويوم ندقها تستوي سحنا، وهذا أكلنا. يوم ما شاء أكل العرب يعني ما تشتهي دياي ولا لحم، كلوا هذه البرية اللي هي السحنة.